يقول: تقام المهرجانات في هذه الأيام، ولاحظنا وجود عرض لرجل يدعي أنه يأكل الحيات ويشرب السم على مرأى من الناس، فسؤالي: هل هذا من السحر؟ وهل من ذهب لغرض التنزه يكون كالذي ذهب إلى الساحر؟ وما نصيحتكم للقائمين على هذه المهرجانات؟ أولا، تسمية المهرجان فيها محذور، لأن المهرجان من أعياد الفرس، من أعياد الكفار، ونهينا أن نتشبه بهم في الأقوال أو في الأسماء أو في الأفعال. فأصل المهرجان هذا فارسي من أعياد الفرس، عباد النار، لا يجوز أن نسمي الاحتفالات مهرجانات. أما الذي يأكل، يتظاهر بأكل الحيات والضرب بالحديد والنوم على المسامير وجر السيارات بشعر أو ما هذا ساحر، هذا ساحر واضح، سحره واضح، وسحره من باب التخييل، لأن السحر على نوعين: سحر حقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وسحر تخييلي على العيون فقط، وهو ما يسمى بالقمرة، كسحر قوم فرعون. قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس، يعني من باب القمرة والتزوير لا الحقيقة. فهذا سحر ولا يجوز الذهاب إليه ولا الجلوس عنده ولا التفرج عليه، لأن هذا يعتبر من الرضا بالسحر، يعتبر من الرضا بالسحر والتنزه لمرأة الساحر وعدم الإنكار، لا يجوز. ويجب على ولاة الأمور أن يمنعوا هذا الشيء، ولا يقال إن هذا من باب الرياضة أو من باب هذا، تدجيل وكذب، ما هو من باب الرياضة، هذا سحر. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ما يجوز، هذا سحر. نعم.